جوليا، هاي جوليا، تعال يلا كم. اوه انت ما تعرفين مرات المصعد بعد الجديدة. يما هذا يسمونه ردح، صح انت جاي من اوكرانيا بس لازم شوي شوي تصيرين عراقية. ها جوليا ام الباقي ليه؟ انتوا القفلة ما تعرفوها انه ما تعرفون شلون اشتريت الكلب. ارام راح اشترى كلب ذكر، قال لي اكو واحدة انثى جيبها، قلت له جيبها حتى يصيرون عائلة، وهسه رايحين نمشيهم. قلت للعائلة هاي ريو، هاي ريو، هاي ريو، هاي ريو، هاي جوليا، هاي جايز، شلونكم؟ صرنا عائلة بالروم، شوف الزمن. مشتاقين كاميرا الفلوج مو بالروم؟ الفنان مالتي المفضل، العازف مالتي المفضل بالنسبة لي هو أفضل عازف عربي بالوطن العربي. عازف وسام خصاف. وسام خصاف راح يسوي ويا بودكاست، إذا شفنا هاي الحلقة أكيد البودكاست نازل. قررت أنزل بالسبوع بودكاست واحد وبعدين أصور السبوع كله وأنزل أجمل الأحداث صارت بأسبوعي بفلوج واحد، بعدين مقرر يا يوم، بس إذا تشوفوه فهسا عرفتوا يا يوم. وهو البودكاست صح هون تشوفون أنه هو طويل ساعة وساعة ونص، بس هي هاي الساعة الوحيدة، ساعة ونص الوحيدة اللي راح ممكن نوثق هذا الحوار ونصوره وننزله على اليوتيوب. فكلش متحمس وإن شاء الله يعني نسأل أسئلة صح. وأبو اللول ما يروح، أبو اللول ما يحضر أسئلة، هن يجي هن ابو لول امشي مو ده مرتاح. كلمة سريعة على مودلوي. مودي كلش مودي. ريو ريو شو وقت يصير دي جينيرو؟ افتتاح ملعب، افتتاح دول لابسين كان عمره 15 سنة قعدت هناك يعني. هذا لأن هو مطوع يعني مو خدمة عسكرية، يعني مو لازم تكون 18 سنة يلا تدخل الجيش. أي. ممكن قبل عمرك تدخل، لأنه هي مدارس أصلاً كنا أوراق وأقلام. حبايب صورنا اليوم انا ووسام بودكاست رائع جدا. شو اخبارك وسام؟ شلونك؟ شو اخبارك؟ رائع بوجودك حبيبي، تسلم لي. حكينا بهواي اشياء مهمه حلوه، بيها طاقه ايجابيه، بيها قصص قديمه وجديده، فترقبونا ان شاء الله. ابو لول جوعانين، اريد اكل، شنو ترايق باكر الصبح؟ ايش قد يوتر الواحد؟ خلينا نخلص العصير استنى طلبناه. اوكي، هاي اجت هديه من فيلا. اوكي يو يا سوري جوليا، كاسكيتها وقعد حلا جوليا. باي جوليا. مشكلة واحد يعني بس يبقى لعيونك ينسى الدنيا. طبعا صار شهر بالضبط عندي برنامج على الراديو الان اف ام، تجربة كلش حلوة وبدأت اتعود عليها وبدأت اعشقها. فاليوم راح اخذكم خلف كواليس. راح اعطس. لا راحت. راح اخذكم خلف كواليس شلون الواحد يكون عنده برنامج على الراديو. ها واليوم راح نهدي بلاي ستيشن 5 لواحد من المستمعين، فياتوا ما تسمعوا البرنامج ظلوا على البلاي ستيشن 2. هذا ابو الواير. طبعا هاي خامس حلقه بعدني ما اندل، طبعا كلش متاخر بس لازم اشرب القهوه مالتي الاسبريسو والبنانا. هاي براذر. هاي سر. اوه ذا لاست بنانا. Yes. اخر موزه. كان اي كويكلي هاف ان اسبريسو بليز؟ دبل اسبريسو. دبل اسبريسو فيري كويك بليز، ثانك يو سو ماتش فور تيك اواي. يس يس. حبايب وصلت الاستوديوهات، ما عندي جنطه بس عندي نوت باد حاط عليه القهوه مالتي والتليفون، وهاي الغرفه
اللي جاي نحقق بها تاريخ حاليا. هنشوف فريق العمل واصل لما واصل. هذا شنو حبيب قلبي؟ يعني بنزيما ورونالدو ما يقدرون يلعبون واحد بدون الثاني. لازم الشيخ مبارك شلون اسلم عليك ايديا؟ والله خلينا نحط هاي هيك، خلينا نحط هاي هيك. مامن الاخبار اليوم لبست هاي القمصله، قلت شادي راح يعلق عليها. يو لوك اميزنج برو، يو لوك اميزنج. لبست السنين عندك انت. من عندك؟ من عندك جاي نتعلم. لا يا اخي يعني شوز مع الجاكيت. والله جيم انت ابو الجيم، انت ابو الجيم لك. واو دايم دانيال. فهنا عندنا ليلى. ليلى طلعت على البودكاست مالتي الفرنسي قبل اسبوع وفجاه تكبرت علي لان الناس كلهم حبوها، لان هي عبقريه. هي تقول انه عبقريه، مش انا، كل الناس تقول اصلا حبوني اكثر منك على القناه. حبوك اكثر مني؟ البنات محبوبات اكثر من ولد، شو نسوي؟ اليوم الحلقه نار لان هي على الخيانه، وما راح اقول لكم اكثر. طيب كلكم تطلعون حاليا بالفلوج. هلا حبايب، راح تشوفون تعليقاتكم بالفلوج. طبعا هاي الحلقه نار، ما جاي نلحق المكالمات. اللي ما يعرفون، اللي استوهم اجوا الحلقه اليوم عن مثل تحدي النكات. اقوى نكته راح نسمعها اليوم، راح ندس بلاي ستيشن 5 للفائز. ما كنت مصور الحلقه هالقد راح تصير نار. كنت محضر مواضيع بس ما الحق احكي بيها من قد ما الناس متفاعله ويانا اليوم. ما اعرف احد اسمه ارام السيفي، بس تفضل اخوي. يعني انت تنزل السيليكون هذا اللي اوكي اوكي، يعرف انا وين عايش. زين زين بس غير سالفه، احنا بصراحه غير سالفه. حبيبي يا رام، عرفتك عرفتك قلبي. يا هلا يا مرحب يا مرحب يا تفوز. بس انت قول النكته، اذا ضحكني صدق صدق يفوز، لان انا ما اوكي انا ما اعرفه صراحه. بس يعني اوكي ماكو ولا نكتب بالي. ماكو ولا نكتب بالك. وهذا وتخيل هذا افضل اصدقائي، تخيل الباقيين لا عاد ايش قد بايخين. وهذا وضعي كل يوم ورا ما تخلص الحلقه، اتفرج على المارينا والميديا سيتي ورايا واحس هيك انه استوني كنت لايف ويا احبابي ويا اصدقائي اونلاين على الراديو شو. فرحتونا بكل مكالماتكم، ولو كل نكاتكم كانت بايخه فما راح نهدي البلاي ستيشن. فراح ننتظر الاسبوع الجاي. اذا تردون تفوزون بلاي ستيشن حضروا نكات بيها خير وخبرونا الاسبوع الجاي على الان اف ام. بس ما اعرف هذا شو وقت ينزل، فما اعرف اذا احنا هدينا البلاي ستيشن لو بعدنا، فترقبونا على الانستغرام. جوليا جوليا هاي البنوته هواية تدلع. مشكلتها دوم تختل هنا، ان شاء الله ما خاتل هنا، مستحيل. او ماي جاد جوليا، شلون تطلعين هسه؟ جوليا شلون دخلتي؟ خطيه كل ما اتركها تختل بالاحذيه، ما اعرف ليش. باعوا بورش توني اليوم الكاريرا توربو اس، كاريرا توربو اس، وما اعرف من وين ابلش. ما اشرح لكم على السياقه مالتها الخرافيه. واو، احلى شيء بايام الكوفيد ما حد يعرفك بالشارع، من الشفقة للكاسكيتة للماسك. الماسك طبعا كالعادة مال ابو اللون مشقوق، لافة ديزاين جديد توب. واليوم غدانا باللوكسيتان سيتي ووك. بعد تفاصيل بالتقديم، هي بوراتا، هي قطعة جبن بس غير عن اللي امي تحط ليها الصبح على الريوق. من مشيتك حسيتها طيبة؟ حلو. راح تعجبك كثير، صحية. شكرا. انجويت. هذا سمك السامن، اول مره اشوف سمك سامن هيك رفيع وعريض، عاده يجي بالطول، وما اعرف شلون اشرح لكم مثل الريموت كنترول. يوم جيت للشارجة اصور اعلان الشاي ولا، وطلبوا الشاي قبل ما بلش تصوير. باع اللون لك، باع اللون كرك بالزعفران. يمه 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 فانتاستيك. كشك مال شاي هو اماراتي، بس جايب ابو شاي من الهند، لان الشاي كرك هندي وهم خبراء. فصدفت انه بورش مطيني سياره، فالفيديو راح يطلع كلش حلو ويموت. لاول مره ما يحتاج اعذب نفسي بالاخراج، اكو فريق اخراج، انا بس قاعد بالسياره
اطلب الشاي ويجيني، واتمنى كل شويه لازم اعيد لان كلماتهم كلش طيب. Are you ready؟ Ready؟ جاي نصور، مو طلعون صوت. اوكي، ready؟ واو واو. اوه ايش دي يصير هنا؟ ايش دي يصير؟ ايش دي يصير؟ شنو عندنا هنا؟ شنو عندنا هنا؟ تصوير الغوالي، الاحلى الغوالي. طبعا بدنا نصور اعلان الغوالي، وباعوا الغرفه اللي لقيتها فيو على سكي دبي بالكامبينسكي هوتيل. المود طبعا اختاريناه مال الشتاء، الشاليه تشوفون حتى اكو نار هناك مشعوله، الاجواء توب للشيء اللي احنا نريد نوصل له. فنشكر فندق الكامبينسكي انه اعطونا هاي الغرفه لتموت. نزل هذا دينزل بالسكي. بعد تفاصيل يعني فعلا حسسك انه انت هيك بسويسرا فرنسا. صار حطينا العطور مال الغوالي على شطرنج ولعبنا بهن شطرنج. ابداع. وماكينة القهوه اليوم ما وقفت دق. كل يوم ثلاثاء عندك تنصب الكاميرا وتنتظر قدام الحمام. جاي ننتظر هسه جوليا تتحضر. جوليا الموديل مالتنا هي ممثله من تونس مبدعه رائعه جدا. صورنا كم لقطه وياها. شنو رايك بجوليا سو فار؟ جوليا از فيري جود. صح؟ صراحه تعطينا المود بالضبط اللي نريده. اكزاكتلي وان تيك. متحمسين جدا. شكرا ميتوش. احسن كذا. وير از ماي ليميت؟ وير از ماي ليميت؟ دو يو سي هير؟ روح هناك. لا فريز يعني ما تتحرك. انا عارفه بقى. طيب بس مره انا ما راح اتاخر. اعتبره فورمولا 1 ستوب. هلا بتبتسم صح شوي؟ دلوقتي I'm staring. بوب 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 بوب. والنجمه مالتنا اليوم جوليا. ثانك يو. شنو؟ جوليا شنو؟ شنو يعني شنو الاجواء؟ كثير حلوه والله. ثانك يو سو ماتش. مبسوطه كثير. شكرا على ادائك اليوم. كنتي رائعه جدا. ثانك يو. تشتغلين ويانا بعد؟ اي اكيد ان شاء الله. عطور التصوير الجاي دعايه مال جواريب. تشتغلين؟ شو يعني جواريب؟ جواريب يعني سوك. احلى شيء. وما هي التصوير اسندوره ما تجي ويانا وتساعدنا جاي تكتب. انت من امتى بلشت فلوج؟ من امتى؟ من شو وقت؟ من امتى؟ من النهارده. من شو وقت بلشت فلوجات؟ دا اصور كل يوم واخذ احلى الاشياء صارت بايامي وباسبوعي وانزلها. فأنت من احلى الاشياء صارت باسبوعي. ساندرا جاي تكتب لنا شعر فرنسي على مود نجي نحطه هنا ونصوره بهذا السيت اب. هاي حالتنا كل ما خلص تصوير. شنو؟ الباي سيلفي يشتغل. ما تروح تساعد اخوك. ما تشيليش الشغله بدل ما شايل الكاميرا.